كلنا سمعنا عن قصة انقطاع الانترنت عن كوكب الارض بشكل نهائي او لفترة مؤقتة او مجهول، وتاريخ قطع الانترنت رح يكون بالشهر العاشر بيوم 11. رح احكي بالتفصيل كيف بلشت القصة وشو الاهداف اللي نحنا غافلين عنها تماما. انتشرت تقارير عن احتمالية انه يصير عواصف شمسية، وهي العواصف الشمسية بتأثر على شبكات الانترنت وشبكات الاتصال اللاسلكي وشبكات الكهرباء، والسبب هو العواصف الشمسية. مجموعة من الانفجارات والتوهجات والندوءات والبقع الشمسية بتنتج عن نشاط شمسي، وهي اطلاق مفاجئ للطاقة المغناطيسية المخزونة، وبتصطدم احيانا هي الطاقة بالمجال المغناطيسي للارض، وهذا الشيء بيسبب حدوث ظاهرة الشفق القطبي، وبتصير العواصف الشمسية لما الشمس بتضرب بلازما شديدة الحرارة. وعندك احتمالين لسبب حدوث العاصفة الشمسية، اول احتمال اهتزاز الرياح الشمسية، وثاني احتمال هو غيمة الحقل المغناطيسي، واللي بيصير بسبب هالظاهرة تفاعلات مع حقل الأرض المغناطيسي، وبالنهاية هذا الشيء رح يعمل مشاكل بشبكات اللاسلكي وبشبكات الإنترنت وبالتيارات الكهربائية. تنبأت ليلى عبد اللطيف بسلسلة زلازل صارت بالوطن العربي، وتنبأت بانقطاع الإنترنت. أرى حصول انتكاع شامل لشبكات الإنترنت عن معظم دول العالم، والأسباب تشكل مفاجأة كبيرة، ولذلك أرى أن شبكات الإنترنت بالعالم بتواجه خطر الانهيار. طيب وين الغريب بالموضوع؟ وأنا عم بحضر هذا الفيديو انتبهت على تنبؤ غريب شوي. سنسمع عن سقوط وانهيار منظمات أو بعض المنظمات والمؤسسات الصحية في العالم، مما سيؤدي إلى سقوط رؤوس بارزة وكبيرة كانت على رأس هذه المنظمات والفضائح كثيرة. يعني هي هون عم تحكي عن انهيارات منظمات وفضائح وتسريبات. طيب رح أشرح أكثر إذا أنت لحد الآن ما فهمت. مسلسل الكرتوني سيمبسون تنبأ بنفس التفاصيل اللي هي حكت عنها، بس بشوية أحداث غريبة. طيب كيف كل هاي الامور عم تصير؟ رح خليك تشوف هذا المقطع بعدين رح اشرح بتفصيل اكثر. بال 2012 شيك بقيمه 150 الف دولار لاسم ليلى عبد اللطيف، لحساب ليلى عبد اللطيف. سكر الموضوع. طيب قولي المقابل شو بس؟ مقابل حر. هيك امور ممكن تصير بالصدفه، مثل انك تحط اكثر من فرضيه واكيد وحده منها بدها تصير. طيب ممكن تقلي ياسين كيف صدفه وكل سنه عم يزبط اكثر من حدث واحداث كثير كبير؟ هذا السؤال اللي كلياتنا ممكن نكون بحاله حيره بسببه. شوف، اول فرضيه وهي الاكثر اقناعا بالنسبه لي شخصيا هو انه هي التوقعات او المنجم على درايه مسبقه بهي الاحداث. يعني في احداث ممكن تكون فعلا مفتعله، وفي احداث ممكن تكون كلام على ورق لحتى تعمل حرب نفسيه او للتخويف. وبمجال التنجيم تحديدا انا عم بحكي مع هدول الاشخاص، هي بيقولوا للعبة الكبار، يعني في احتماليات كتير كبيرة، وحرفيا بدها حلقة كاملة لحتى احكي عنها. بسنة 1979 بجورجيا بالولايات المتحدة اكتشفوا 4 ألواح جرانيت بتصميم بمعايير فلكية، وهي الألواح مكتوب عليها ب8 لغات مختلفة ومن العربية والعبرية. لحد الآن اللي صمم هذا النصب هو مجهول الهوية. بيحتوي هذا النصب على 10 وصايا وتسمت بوصايا الشيطان. الشهر السابع من 2022 تدمر هذا النصب، وكمان من شخص مجهول، وانطوى الحديث عن الموضوع ليومنا هذا. إذا انقطع الإنترنت أنت أساسا ما فيك تشارك رأيك أو حدث صار معك، ما فيك حتى تعرف شو صاير بالمدينة اللي جنبك أو بالحارة اللي جنب بيتك. يعني مثلا إذا انتشر لقاح معين صعب كتير تعرف إذا هذا اللقاح مضر أو مفيد. الأكلات السريعة اللي بتحتوي على لحوم مصنعة أو معدلة بالهرمونات، وأكيد رح تفقد مصداقية الأخبار اللي بتسمعها بين الناس. سهولة خداعك بالهولوجرام ويبلشوا يقنعوك إنه في مخلوقات فضائية أنت لازم تآمن بوجودها، وهون أنت بلشت إنك تشرك بالله. رح تنتشر أمراض، ورح ينتشر مع أدوية ممكن هي الأدوية انه تسبب بوفاتك.
رح تنفرض عليك البصمة البيومترية، وهي البصمة رح تتعرف على وجهك، بصمات الأصابع، شكل الإيد وطول الأصبع وعرضه، رح يتعرفوا على شبكية عينك، ورح يتعرفوا على قزحية العين اللي بتقدر تميزك بينك وبين توأمك، ورح يتعرفوا على صوتك. وهذا الشيء بيساعد من استخدامك عن طريق الذكاء الاصطناعي بنسخة عنك، وبصير من السهل إنهم يوصلوا لك. وهذا الشيء لتنفيذ أول وصية من وصايا الشيطان. لهيك في حال إذا انقطع الإنترنت عن جد، حاول إنك تتذكر هذا الفيديو وتتذكر كل نصيحة موجودة هون. اتمسك بدينك وخليك قريب من أهلك، وحاول ما توثق بالناس. وبالنهاية بدك تتقبل فكرة إنه في بشر قبلنا عاشوا بظروف جاهلية وطرق قديمة وقدروا يكملوا حياتهم، بس الشيء اللي لازم تفهمه وأنت غافل عنه بشكل كلي، إذا انقطع الإنترنت أو انقطعت الكهرباء، هو مجرد وسيلة للضغط على البشرية لترضخ.